كوب زنجبيل مقطع شرايح واثنين كوب سكر، كوب مي، معلقة كبيرة عصير ليمون وصودا مياه غازية. أوكي. شو اللي بيميز كوب الزنجبيل عن غيره من العصائر؟ نكهة الزنجبيل فيه رائعة، بارد للصيف بشكل مش معقول. مع المياه الغازية هذه طبعاً بدون سكر، هي أو سكرها خفيف جداً، إحنا رح يعتمد على القطر. كتير صحي الزنجبيل، منيح للحلق والصدر وهي. هلأ شوفي، أنا عاملته اليوم بسكر عادي، مرات بعمله بفركتوز اللي هو السكر الفواكه، بجيبه وبعمل القطر فيه بدل بس هلأ إحنا عشان العالم، يعني إنه مش كل العالم بتحب أو بتجيب الفركتوز، ممكن نستعمل السكر العادي. كتير بارد للصيف، رح تحسي قدي منعش، وفي كمان طعمة الليمون. هلأ عنا السكر وعندنا المي، عشان كتر له مي، هاي المي كتيرة. هلأ شوفوا، أنا القطر ما بحركه، بهزه لحد ما ينزل السكر بالمي، ما بصيبه. هلأ هاي الزنجبيل مقطعته شرايح، ناخذ الزنجبيل. أيوة أوكي. الزنجبيل هي مقطع شرايح بالضبط، هيك بنقطعه تقريبا كوب زنجبيل وبنحطه مع القطر. بنحطه على النار لحد ما يصير قطر كثيف، يعني زي قطر زي العسل بيصير. اوكي طيب، رح نتركه طبعا. بتحركيه ولا ما بتحركيه؟ لا بتركه هيك عشان السكر ما بدي يطلع على الجوانب، اذا طلع على الجوانب بصير سكر القطر. اوكي ماشي. اوكي هلا احنا عندنا القطر، انا عاملته جاهز، شوفي قديش سميك. بصير هيك يعني؟ بصير هيك. بصير هيك. اوكي ماشي الحال. هلا بدنا في معلقه ممكن تكون صغيره. اوكي فاين، هاي منيحه. اوكي هلا الكاسات، هلا احنا بنحط شوي من القطر هذا، طبعا طعمته كلها زنجبيل. يعني لو تدوقيه كثير طعمه منعش، بتحسي هيك بضرب بدماغ. طب ممكن مثلا نستغنى عن القطر هذا، نحط عسل مع الزنجبيل مثلا؟ ممكن. هو بدك تغلي العسل؟ بدك تغلي. اوكي شايفه، بس هو القطر هذا بيطلع، بتعرفي بتنقع فيه كثير طعمته زاكيه، يعني لو مثلا فيه الفائده كمان تبعت الزنجبيل، وفيه الفائده فيك تدوقيه، فيك تدوقيه تشوفي طعمته كيف غريبه. شايفه قديش ثك؟ طبعا احنا القطر كمان بنحط له معلقتين ليمون كبار أو معلقة كبيرة، كبيرة محرزة يعني، عشان يعطينا طعم الليمون. ماشي؟ هلأ هاي هي المياه الغازية اللي عندنا، لازم طبعاً تكون. كيف عملتيها أنت؟ هي جبتي مياه غازية، ما ضفتي إنه مي وصودا؟ ولا إشي، هي المياه اللي بالمحلات هاي صودا، بس أوكي. صودا مكتوب عليها، وبنضيف. هلأ طبعاً يفضل إنه يكون في تلج مكسر وهيك. طبعاً. عشان أطيب، من أطيب، بدنا نوجع الحلق. أوكي هلأ بنحركهم مزبوط. هي المميز فيها المياه الغازية عادي كأنك عم تشربي مشروب غازي بتصفي. والله فكرة حلوة، سهلة، وبعدين الضيوف عارفة فيك تعمليها سهلة سريعة. يعني إنه مجرد تكوني غالية للقطر في البيت ممكن بالضبط وصحي كتير. هلأ في شغلة إضافة تانية اللي هو الزنجبيل اللي بنصفيه من القطر. هذا قدر تردي تستغليه مرة تانية؟ هذا شو بعمل فيه؟ بروح بحطه غطيه بالسكر، السكر العادي، وبحطه على بالفرن لا ينشف، بيصير زي الكاندي جينجر. تك، كتير طعمته طيبة. زاكي صح؟ أوكي هلأ هذا شو بنعمل؟ منزين الكاسات فيه، نحط في كل كاسة تنتين مثلاً، بس
حار شوي. ما هو هذا لذته الزنجبيل، هاي لذته انه حار. اوكي ماشي، حطينا الزنجبيل، بدنا نحركهم يطلعوا شوي فوق. مالكم نمتوا؟ ما قدرتي عليه؟ لا مش قادرة، كثير حار. بس زاكي مع السكر والمحروق على فكرة كثير طيب، كثير زاكي. وبنضيف له كمان، شوفي الليمون منقطعه صغير هيك شرحات يعني مربعات او مربعات صغيرة، وبنضيفه معاه عشان يعطي كمان هيك لون. ما بتحطي له نعناع؟ ورق نعناع ممكن؟ الزنجبيل هذا ما بحط معه نعناع لأنه حاطة فيه الكاندي، بصير تحسي اللون بضرب هذا مع الأخضر، مع بتضارب معه، بتضارب هيك، لقيته كتير أحلى شيء. شايفة؟